يلا بسم الله الرحمن الرحيم. التوبيك النهارده اللي هناخده باذن الله هو توبيك يعتبر سيسكو شويه، هاردوير شويه، تمام؟ بس برضو احنا هنطبقه كده يعني حاجه بسيطه على جهاز الكمبيوتر بتاعي. راوتينج. يعني ايه راوتينج دلوقتي؟ لسه كنت بعمله امبارح وكنت عايز اسالك في النهارده. حاضر، هنشرح الراوتر والاكسس بوينت. طب هخلص شرحه وبعد كده هشوف سؤالك. حاضر. راوتينج يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هيبقى عندي راوتر، الراوتر ده متوصل بجهازين كمبيوتر، تمام؟ حد فاكر في ايام الانترودكشن لما اخدنا جزء انترودكشن قبل ما ندخل في الجزء بتاع او في الكورس بتاعنا، فاكرين كنا قلنا وظيفه الراوتر ايه؟ سيلكت ذا بيست باس، صح؟ وايه كمان؟ انه بيربط اصلا شبكات مختلفه. يعني ايه شبكات مختلفه؟ يعني على سبيل المثال شبكه هنا سي مثلا في شبكه 192 168 دوت 1 دوت 0 اوفر 24، وعندي شبكه ثانيه هنا سي مثلا 192 168 دوت 2 دوت 0 اوفر 24. دي نتورك ودي نتورك تانية خالص، تمام؟ او بصوا علشان ما نعملش كونفليكت مع الجهاز اللي بره او مع الشبكة بتاعتنا الحقيقية، هنخلي مثلا ده 3 مثلا. تلاتة زيرو واتنين زيرو عشان بس ما نعملش كونفليكت مع الشبكة بتاعتنا اللي هنا، تمام؟ هاجي هنا احط جهاز الاي بي بتاعه مثلا دوت 100، وهنا جهاز الاي بي بتاعه دوت 100، واحنا اتفقنا ان ده راوتر. طب ايه علاقه ده بالكورس بتاعنا؟ ما انا ممكن زي ما كنت قلت لكم زمان اجيب جهاز كمبيوتر عادي جدا واحط عليه كارتين شبكه، تمام، واشغل عليه سيرفيس هنقومها النهارده باذن الله اسمها راوتنج اند ريموت اكسس، وبعد كده جهاز الكمبيوتر ده ساعتها هيتحول كانه راوتر بالظبط، مش كانه هو فعلا هيشتغل كراوتر، تمام؟ ازاي الكلام ده؟ عن طريق دلوقتي ان انا لازم اجي على الراوتر وبلد عليه حاجه بنسميها راوتنج تيبل. حاجه اسمها ايه يا محمد؟ معايا راوتنج تيبل، تمام. الراوتنج تيبل ده فيه ايه بالظبط؟ قال لك الراوتنج تيبل ده فيه كل الشبكات اللي الراوتر محتاج ان هو يشوفها. يعني في الاكزامبل ده الراوتنج تيبل بتاع الراوتر هيبقى جواه شبكه اسمها، اللي عنده شبكه اسمها 2 0، وعشان اطلع لها هطلع لها مثلا من الكارت اللي اسمه ايثرنت 0، وافترض ان انا عندي هنا مثلا كمان ده كارت الايثرنت 0، وافترض ان انا عندي كارت هنا اسمه ايثرنت 1. كارت الايثرنت اللي كان زمان ده احنا كنا قلنا سميناه اللوكال اريا كونكشن، تمام. وهيبقى عنده في الراوتنج تيبل كمان شبكه 192 168 دوت 3 دوت 0 كونكتد بمين؟ بايثرنت 1، تمام. لو انا عندي بقى هنا جهاز كمبيوتر، جهاز كمبيوتر هنا عايز يوصل لجهاز كمبيوتر هنا، تمام، هيعمل ايه؟ انا جيت على جهاز الكمبيوتر اللي في الاول ده وقلت له بنج مسافة على 192 168 دوت 3 دوت 100. جهاز الكمبيوتر ذكي، اول لما بيقوم بيعمل اندنج ما بين الاي بي والسبنت ماسك عشان يطلع ايه؟ النتورك اي دي، عنوان الشبكه بتاعها اللي هو واقع فيها، فاكرين السبنتنج، تمام، عشان يطلع بالنتورك اللي هو واقع فيها. فلو انا دلوقتي قلت له بنج على كاز في نفس النتورك بتاعته هيبعته له دايركت، لكن لو انا قلت له بنج على كاز ما هوش في نفس النتورك اي دي بتاعته هيعمل ايه؟ على طول هيروح باعت الداتا دي للراوتر. ليه؟ ليه للراوتر؟ لان ده الجيت واي اللي هيوصله للشبكات الثانيه. ده ايه يا محمد؟ الجيت واي، البوابه اللي هتوصله لشبكات ثانيه. معنى كده ان جهاز الكمبيوتر لازم يبقى عارف الجيت واي. هيعرفه ازاي؟ واحنا بنعرف الاي بي هات على جهاز الكمبيوتر، مش كان في ثلاث خانات كده فوق؟ الاولاني الاي بي، الثاني السبنت ماسك، وكان في خانه اسمها ديفولت جيت واي. اهو انا هنا بقى بحط الجيت واي بتاع مين؟ بتاع الراوتر، اللي هو الاي بي بتاع الراوتر، تمام، لان هو ده اللي هيساعدني ان انا اوصل لشبكات تانية. وضحت الفكره؟ فتاني جهاز الكمبيوتر ده هيبنج على اللي هو مثلا 3.100، هيبعت البنج لمين؟ للراوتر. الراوتر هيبص في الراوتنج تيبل، انت عايزني اوصل لك الداتا لشبكه ال 3.0؟ اه، موجود عنده في الراوتنج تيبل. اه، علشان يوصل لل 3.0 هيطلع الداتا منين؟ من كارت الشبكه اللي عنده اللي اسمه ايثرنت 1، يبقى هيطلعه كده يوصل ل 3.0 300. وضحت فكره الراوتنج سيمبل يعني ايه؟
تمام؟ يعني من الاخر كده الراوتنج ده معناه اني عايزه اوصل لحاجه بنسميها end to end delivery. يعني ايه end to end delivery؟ عايزه اوصل بروتوكول الاي بي from source to destination. عايزه اوصل بروتوكول الاي بي من لفين؟ من السورس للديستنيشن. ما انا لو قدرت اوصل بروتوكول الاي بي من السورس للديستنيشن، بروتوكول اصلا الاي بي بيشيل في قلبه الداتا. فاكرين الانكابسوليشن بيشيل في قلبه ايه؟ الداتا. طالما قدرت اوصل بروتوكول الاي بي تاني من السورس للديستنيشن هيشيل في قلبه الداتا. شكلكم ناسين الانترودكشن خالص، اللايرز والاي بيهات والسبنيتنج ولا انا متعالي؟ تمام ايه؟ مفيش. انا اتكلمت يا خالد. تعالوا نكبر بقى الشبكه بتاعتي شويه. هفترض دلوقتي الكلام ده بالنسبه للناس بتوع سيسكو سهل جدا يعني. هفترض دلوقتي ان الشبكه عندي كبرت شويه شباب، الشبكه عندي كبرت شويه تمام. عندي دلوقتي هنا كاز اي وهنا كاز بي، ودي الشبكة اللي احنا هنعملها مع بعض ان شاء الله. ده جهاز الكمبيوتر الاولاني هسميه راوتر 1، وده جهاز الكمبيوتر التاني هسميه ار 2. تمام؟ هاجي على ار 1 بالمرة كده الاول، بالمرة بس. المكنة دي انا هعمل لها دلوقتي شت داون عشان اقلل رمتها شوية على ما اخلص شرح، علشان انا هحتاج دلوقتي كذا مكنة ان انا اقوم على الجهاز بتاعي. طبعا ما ينفعش ان انا اقلل رمتها وهي قايمة، لازم اعمل لها شت داون الاول. تمام؟ قلنا تاني هاجي على الجهاز الاولاني هوصل عليه كارت مثلا ايثرنت 0 وكارت تاني ايثرنت 1، والجهاز ده هوصل عليه كارتين برضو ايثرنت 0 والكارت ده هسميه ايثرنت 1. انا عايزه دلوقتي جهاز ايه يقدر يوصل لجهاز بي. هفترض ان الشبكه اللي الناحيه دي 192.168.2.0/24، والشبكه اللي الناحيه دي 192.168.3.0/24. الشبكه اللي في النص هعتبرها مثلا سي وين، هفترض ان هي 11/30. طبعا ده ريكومندد يعني هنا اصلا البريفكس يكون على 30 لان ده تو راوترز، يعني هحتاج كام اي بي؟ 2 للحكايه كلها. وكنا قلنا ان افضل يوتيلايزيشن للسبنت ماسك عشان ما اضيعش اي بيات طالما تو راوترز الحكايه كلها اللي هو على 30. يعني هنا هياخد اي بي دوت 1 وهنا هياخد اي بي مثلا دوت 2، هما دول الاي بيين اللي انا هطلع بيهم. والناحيه دي الكارت ده برضو هدي له اي بي دوت 1، وهفترض برضو ان انا هنا هدي اي بي دوت 2. جهاز الكمبيوتر زي ما اتفقنا عاده بدي له دوت 100 عشان هتست عليه بس مش اكتر. تمام؟ المفروض دلوقتي زي ما اتفقنا ان المفروض علشان الداتا تقدر توصل من السورس للديستنيشن لازم الراوتر يكون مبني عليه حاجه سميناها، حاجه اسمها ايه؟ راوتنج تيبل. حاجه اسمها ايه يا شباب؟ راوتنج تيبل. الراوتنج تيبل ده عشان يتبني في عندي طريقتين عشان ابيلد الراوتنج تيبل. ايه الطريقتين دول؟ الطريقه الاولانيه بنسميها ستاتيك، الطريقه الاولانيه بنسميها ستاتيك، والطريقه الثانيه بنسميها دايناميك. تمام؟ ستاتيك يعني ايه؟ تخيلوا مثلا توبولوجي زي ده، عندي راوتر التاني التالت الرابع الخامس، تمام؟ شبكة كبيرة مثلا شوية بالمنظر ده، عشان في النهاية اوصل هنا مثلا لشبكة، اي شبكة، شبكة عشرات مثلا على سبيل المثال. ار 1 محتاج يوصل لشبكة العشرات، راوتر 1 محتاج يوصل لشبكة العشرات. ايه رأيه يمشي الداتا ازاي؟ خالد ما تجاوبش. ما تجاوبش؟ تاني تاني. الراوتر الاولاني 1 محتاج يوصل لشبكة العشرات، يمشي الداتا ازاي؟ ايه رأيه؟ من 1 لـ 3. طب يا بهاء لو قلت لك ان الطريق ده اصلا سرعته 56 كيلو بت بير سكندز، كيلو بت بير سكندز، لكن الطريق اللي فوق سرعته مثلا 1 ميجا
بيت بير سكندز والطريق اللي تحت سرعته 2 ميجا بيت بير سكندز، تختار انهي؟ اللي هو ال 2 ميجا. طب لو قلت لك الراوترز اللي تحت قديمه وبتعمل لي ديلي، اقل واحد، اقل واحد اللي هو 56، بس ده بطيء جدا. ماشي، اخدها دايركت وهيكون جهاز واحد مثلا هيقلل لي الكونفليكت. لا بالعكس، ده بطيء جدا، بالعكس ده بطيء جدا. هيبقى كنت بتقول ايه؟ خلاص واحد واحد، يعني ايه؟ مش يعني من واحد لاثنين. طب لو الراوتر اللي فوق او الطريق اللي فوق الكبر مصدي وبيعمل لي ديلي كده، بقى هنشوف حد قدر ياخد قرار. ممكن تعمل احتمالات من انت، ممكن تقول لي ده بطيء وده السلك بتاعه مقطوع. يا اسلام اهدى، يا اسلام اهدى، يا اسلام ولا معايا حد قدر ياخد قرار؟ لا تمام. يبقى دي وظيفه الراوتر. وظيفه الراوتر ان هو بيتشوز ذا بيست باث فروم سورس تو ديستنيشن. وظيفه الراوتر ايه؟ بيختار انسب طريق، تمام، بناء على الراوتنج تيبل. الراوتنج تيبل احنا اتفقنا ان انا ممكن اقابله بطريقتين. طريقه استاتيك، يعني ايه طريقه استاتيك؟ يعني انا كادمن اللي هختار انسب طريق من السورس للديستنيشن. والله زي ما اسلام شايف كده، هو شايف ان الطريق ده انسب طريق، خلاص يمشي الداتا فيه. طالما انت شايف كده، دي الطريقه مين؟ الاستاتيك. بس زي ما قلت لكم ممكن يكون الطريق ده مثلا بطيء، دي حاجه رخمه قوي، صح؟ تمام، دي حاجه، دي مشكله ان انا دلوقتي اخترت طريق اصلا غبي، طريق بطيء، دي حاجه. حاجه ثانيه، افرض ان الطريق ده وقع، انا كادمن اللي هتدخل وادخل جوه الراوتنج تيبل بتاع الراوتر واقول له لا استنى امسح الطريق القديم، لا ده ان ده وقع ومشي الداتا سي مثلا في الطريق ده، على ما الادمن يجي بقى ويحل المشاكل دي. تمام، قال لك في طريقه ثانيه بقى اسمها طريقه دايناميك. ايه الطريقه الدايناميك ده؟ عن طريق ان انا هسطب على الراوتر حاجه بنسميها راوتنج بروتوكول، اعتبره برنامج كده بسطبه على الراوتر. البرنامج ده لوحده مجرد ما سطبه على الراوترز بتاعتي كلها هيبدا هو بمزاجه كده يختار ذا بيست باس فروم سورس تو ديستنيشن بناء على ايه؟ في اكتر من راوتنج بروتوكول. في راوتنج بروتوكول هندرسه النهارده باذن الله، هلاقيه طريقه تفكيره غبيه شويه، هيمشي لي الداتا في الطريق ده. بس مش لازم الشركه بتاع لما اجي اعمل الاستاتيك برنامج بتاع الشركه عشان نعمله برنامج. لا ما انا بتكلم دلوقتي شغل، مش ان انت كيوزر عادي، انا بتكلم كواحد انت اللي بتعمل راوتنج اصلا. تمام، في شركات يا شباب الاستاتيك برنامج ممكن اعمله بالعادي في اي يوزرز عادي، ولا لا يا اما شركات بيبقى فيها مجموعه كبيره من الراوترز وانت اللي بتعمل الكلام ده، يا اما عند اي اس بي، لان الاي اس بي اصلا شغلته الراوتنج. تمام، فالشغل ده مش شغل الهوم يوزرز، مش ان انت قاعد في البيت كده وعندك راوتر واحد وعايز تعمل الكلام ده، لا ده مش شغل هوم يوزرز خالص، ولا سمول بزنس عندهم راوتر واحد عايز يطلع على الانترنت، لان انت زي ما قلت الاي اس بي هو اللي بيجي بيظبط الليله كلها وخلاص. ده حتى بيعمل على الراوتر حاجه اسمها ديفولت راوت، هنشوفه النهارده باذن الله، ولا الهيصه دي كلها بتحصل. تمام، لكن انا هفترض معاك سيناريو تاني يا اسلام. افرض ان انا لسبب من الاسباب جيت على الشبكه بتاعتي في الشركه بتاعتي وعملت قسمت الشبكه بتاعتي جوه اللان لكذا راوتنج اي دي، لكذا نتورك اي دي. تمام، على سبيل المثال في حاجه اسمها فيلانات. فيلانات دي كده كونفيجريشن بتتعمل على السويتش، لازم عشان اقدر اعملها كل مجموعه من الاجهزه هتكون في نتورك اي دي مختلف. تمام، طب انت محتاج بعد كده الفيلانات تقدر توصل لبعضيها، لازم تعمل راوتنج. الراوتنج ساعتها هيتم ازاي؟ عن طريق ان انت تجيب راوتر وتروت الداتا ما بينهم. تمام، طب افرض ما عندكش راوتر، تعمل ايه؟ جهاز كمبيوتر زي ما انا بعمل كده وتروت الداتا ما بينهم وخلاص. ماشي يا شباب، هو سوليوشن مش منتشر وسوليوشن مش شائع، يعني مش هقول لكم التوبيك بتاع النهارده ده حد بيشتغل بيه، لا الحق يقال ما حدش بيشتغل بيه، لان عاده اللي بيعمل راوتنج بيشتغل على هاردوير ديفايس مش على سوفت وير. يجيب راوتر زي اللي ورايا ده اللي في الراك ده، وات ايفر بقى، سيسكو، جينيبر، اتش بي، هواوي، وات ايفر. بس يعني الراوتنج المفروض دايما بيتعمل على هاردوير. معروف دايما يا شباب ان اي ديفايس في الدنيا هاردوير اسرع بكتير وافضل بكتير من ان انا اشغله كسوفت وير. انا ممكن اعمل دلوقتي راوتنج على جهاز الكمبيوتر اللي قدامي ده زي ما هنعمله النهارده على مايكروسوفت. ممكن اجيب جهاز كمبيوتر لينكس عليه، لينكس، تمام، هو وليد ما جاش النهارده عليه، ممكن نجيب لينكس واعمل عليه ايه؟ راوتنج برضه. تمام، بس الفكره تاني الهاردوير احسن مليون مره من السوفت وير في حته الراوتنج دي. تمام، بس برضه احنا بناخد بدائيات الراوتنج مش اكتر. اوكي، فقلنا تاني
الاستاتيك معناه ان انا اللي هبيلد الراوتنج تيبل بنفسي، انا اللي هختار البيست بس بنفسي. بس اتفقنا ان الطريق ده لو وقع دي مشكله، هتدخل انا كادمن عشان امسح الطريق ده من الراوتنج تيبل واخليه يبص على طريق تاني. تمام. طيب الطريقه الثانيه اتفقنا ان هاجي على الراوتر بتاعي واسطب عليه حاجه بنسميها راوتنج بروتوكول. ايه الراوتنج بروتوكول؟ سوفت وير، برنامج. مجرد ما سطبه على الراوترز بتاعتي لوحده كده هيبدا يختار انسب طريق من السورس للديستنيشن بناء على ايه؟ كل راوتنج بروتوكول وليه طريقته. يعني النهارده باذن الله هنشوف بروتوكول كده مع بعض اسمه الريب. الريب ده غبي جدا، هيختار الطريق اللي في النص ده. ليه؟ زي ما اسلام فكر، ما اقصدش حاجه عنك، زي ما اسلام فكر دلوقتي كده ان هو بيختار اقل عدد من الراوترز، ما اقصدش حاجه والله. تمام اسلام ماشي. على فكره ان ده الاصح في الشبكه اللي موجوده قدام، ما معرفش الشبكه. هو الريب بفكر كده برضه. تمام. انت دلوقتي قلت ده فيه مشكله وده فيه مشكله وده فيه مشكله، المفروض الادمن بيحدد ايه المشاكل اللي هتقابله بعد كده. انا بالنسبه لي دلوقتي ده انسب طريق، اهو الرب برضه هيختار الطريق ده. تمام. في راوتر بروتوكول تاني هنشوفه النهارده كنظري بس مش اكتر باذن الله، اسمه او اس بي اف. البروتوكول بروتوكول ده لا ده بيبص على الاسرع. تمام. في راوتنج بروتوكول ثالث خالص مش هنشوفه خالص النهارده باذن الله، اسمه اي اي جي ار بي، ده بتاع سيسكو. ده بيبص بطريقه ثالثه خالص، معادله بقى وديلي، ويشوف ان الطريق اللي فيه ديلي اقل مع سرعه اعلى، كومباينيشن كده. يبعت مثلا مسج او حاجه ويشوف اللي هترد عليه اسرع يكون هو ده الطريق الاصلح. هو بيبعت يعني لا، هو ليه كريتيريا معينه، طريقه تفكير معينه، معادلات حسابيه كده بيدخل فيها قيم معينه عشان من وجهه نظره يشوف الطريق الاسرع. احنا بقى بنتسرع من الكتاب، يبعت حاجه ولما ترجع له اسرع يكون الطريق ده اصح. ما ينفعش نعملها في ده اختراع، نروح للشركه ونديهم بالفكره هيدونا فلوس على طول. سجل الفكره اهي، اتسجلت. بهاء محمد معايا. لا ما بهزرش، مش ممكن فعلا تتعمل فيه، مش في حاجه خدناها قبل كده الضغوط فعلا على اسرع يبدا يكون ده الطريق الانسب ليه؟ هكلمك في عيوبها خالص. في عيوبها؟ يا لاعب بقى. اصل الطريقه دي مش هتنفع خالص لسبب هقول لك عليه، بس نخلص الاول الجزء ده. معايا يا شباب؟ تمام. فقلنا تاني لو انا سطبت راوتنج بروتوكول هيختار من وجهه نظره انسب طريق، ومسته في حاجه. افرض دلوقتي ان انا كنت مسطبه راوتنج بروتوكول اختار ده الطريق اللي في النص وده واقع، هيظبط نفسه في خلال كام ثانيه بحيث ان هو يختار طريق تاني. ده مست الراوتنج بروتوكول. تمام. يبقى اني احسن لا، كل واحد ليه مميزاته وعيوبه. بمعنى الاستاتيك ممكن يكون رخم شويه، ان انا ممكن اختار طريق غلط، انه لو وقع هضطر ان انا ادخل بنفسي. تمام. بس في ميزه قويه ان اللود اظن انت شرحت شويه بتاع السيسكو اصلا، يعني اي حد يسالني سيسكو كده. هو ده انا عايزه اقول لك الكلمتين اللي انا بحاول اوصلهم لكم النهارده، ده شهر في السيسكو. ده مش اي، انا عايز شهر بدمجه في ساعتين، فعشان كده يعني ايه؟ عشان لو رحت اتسالت فيه. طب ماشي. قلنا تاني الاستاتيك ميزته في ايه؟ ان اللود على الراوتر قليل. مين اللي فكر، انا ولا الراوتر؟ انا. عشان كده اللود على البروسيسور والرامات قليل. تمام. فدي ميزه قويه جدا فيه. انما الراوتنج بروتوكول فيه عيب قوي جدا، ده فيه راوتنج بروتوكول زي ما بقول لكم او اس بي اف تقيل جدا على الراوتر، اللود عالي جدا على الراوتر. كل ما في الراوتر وعيده تاني يبدا يختار المسار من اول وجديد. لانه خد بالك المفروض لو انت تشتغل في انتربرايز محترمه الاجهزه دي ما بتتفيش. انت عارف كان في مجله امريكيه عملت نظام مسابقه كده عشان يشوفوا اكتر راوتر سيسكو، كان راوتر سيسكو ما اتطفاش ليل نهار، كان في راوتر بقاله قد ايه؟ ما تعملوش ريستارت. كنت سبع سنين. تسع سنين الراوتر ما تعملوش ريستارت. ده فين؟ في امريكا. ماشي يا شباب. فكل حاجه ليها مميزات وعيوبها. عندكم يا خالد، انا فاكره ان غدا كانت قالت لي مره عندكم في الهيئه جت في فتره كده من كام سنه الراوترز على مستوى الفروع بتاعتكم كلها، كل يوم في وقت معين الراوترز كلها تروح مدرستها في نفس الوقت. تروح مدرستها كلها في نفس الوقت عندكم على مستوى الجمهوريه كلها. ليه؟ انتم شغالين او اس بي اف عندكم؟ مربطين الفروع كلها بالاو اس بي اف، صح؟ الاو اس بي اف تقيل، وعدد اليوزرز عمال يكتر، وعدد الفروع بتاعتهم بتكتر، وعدد مش عارف ايه. فالدنيا فاشله معايا. بيتسجل تعيش الحكومه بيتسجل. ماشي كده لما هو يسمع يلاقي النظام بتاعه هو فاشله. ماشي يا شباب. فالراوتنج بروتوكول زي ما اتفقنا معايا بقى، الراوتنج بروتوكول زي ما اتفقنا بيعمل لود على الاجهزه. هو ممكن يكون سريع وكل حاجه وفي مميزات قويه، بس زي ما قلت لكم اللود على الاجهزه. تمام.
فعلشان كده كل واحد زي ما اتفقنا ليه مميزات وعيوب. طب امتى بقى الريكومندد؟ امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ والله الاستاتيك ده ريكومندد when there is only one bus from source to destination. ريكومندد لما يكون في طريق واحد بس من السورس للديستنيشن. حاجه بالمنظر ده، انا ما عنديش الجزء ده اللي فوق ده خالص وما عنديش الجزء اللي تحت ده خالص، اللي يخليني اجي على الراوترز بتاعتي وبسطب عليها راوتنج بروتوكول وتعمل لود على الراوتر رغم ان كده كده هو طريق واحد بس اللي قدامي، صح؟ تمام. يبقى الريكومندد هنا عشان ار1 يوصل لشبكه العشرات، ريكومندد ان انا ابلد الشبكه دي بطريقه ستاتيك. طب لو انا شغلته دايناميك هيقول لا، هيشتغل عادي بس الريكومندد ستاتيك. تمام. طب السيناريو اللي فات، السيناريو زي ده لو انا شغلت عليه ستاتيك زي ما اسلام قال واخترت الطريق اللي في النص هيقول لا، هيشتغل. بس طالما في اكتر من طريق ريكومندد برضو مش مست ان انا اشتغل دايناميك راوتينج بروتوكول. وضحت كده؟ تمام. تعالوا بقى نطبق الكلام ده على التوبولوجي اللي احنا رسمينه فوق. اتفقنا تاني ار1 عليه شبكتين، شبكه 192.168.2 وشبكه ال11. اول ما هشغل الراوتر هيحصل ايه؟ هيتبني الراوتنج تيبل لوحده. ايه ده؟ طب ما ده متعارض مع الكلام اللي انا لسه قايلاه ان الراوتنج تيبل المفروض ان انا اللي هعمل له بيلد دلوقتي بطريقه ستاتيك مثلا. احنا هنشوف النهارده الاستاتيك والديناميك ان شاء الله. تمام. مش بيتعارض ولا حاجه، كل اللي فيها ان في جزء من الراوتنج تيبل هيتبني بطريقه لوحده كده مانيوال، مانيوال ايه سوري، لوحده كده اوتوماتيك. تمام. مين هو؟ الشبكات الدايركت كونكتد على الراوتر. يعني في حاله ار1 هو دايركت كونكتد على مين؟ صح. ودايركت كونكتد على مين كمان؟ ال11. الاثنين دول هينزلوا في الراوتنج تيبل لوحدهم، مجرد ما احط الاي بي دي على الكروت وتكون الكروت انيبلد، يعني مش معمول لها ديسيبلد، ساعتها الاثنين هينزلوا في الراوتنج تيبل. تمام. والاثنين هيظهروا في الراوتنج تيبل بحرف السي. ايه حرف السي؟ سي يعني دايركت كونكتد. سي يعني ايه يا شباب؟ دايركت كونكتد. تمام. المثل ار2، ار2 هيظهر ايه عنده في الراوتنج تيبل؟ هيظهر عنده شبكات ال192 168.3.0، صح؟ وهيظهر بحرف السي، وهيظهر عنده كمان في الراوتنج تيبل شبكه ال11 وهي برضو هتظهر بحرف السي. ده اللي هيظهر عنده في الراوتنج تيبل. تمام. فلو جيت دلوقتي على جهاز الكمبيوتر ايه، جيت على جهاز الايه تمام وقلت له بنج مسافه 192.168.3.100، مش انا كده بقول له بنج على جهاز ما هوش في نفس النتورك بتاعتك؟ صح. هو في شبكه كام؟ 192.168.2، وانا بقول له بنج على 192.168.3. على طول البي سي هيعمل ايه؟ هيروح باعت الداتا دي للراوتر. هيروح باعت الداتا لمين؟ للراوتر. ليه باعتها للراوتر؟ لانه عارف كويس ان ده الجيت واي بتاعه، ده اللي هيوصله للشبكه الثانيه. هيبعت الداتا للراوتر يقول له وصلني للشبكه دي. الراوتر هيبص كده في الراوتنج تيبل بتاعه، في عنده دلوقتي 192.168.3؟ لا. صح. هيروح رادد على جهاز الكمبيوتر ايه، يقول له ايه؟ ريبلاي فروم 192.168.2.1 اللي هو الجيت واي بتاعي، يعني ان الديستنيشن ان ريتشبل، ديستنيشن هوست ان ريتشبل. رجع تاني للبي سي يقول له الديستنيشن اللي انت عايز توصل اللي انا اوصلك ليه مش عندي في الراوتنج تيبل، مش هقدر ان انا اوصلك ليه. تمام. نتصرف ازاي؟ لازم اخلي بقى ار1 يوصل لشبكه ال192.168. ازاي؟ نشوف الطريقه الاولانيه اللي هي الاستاتيك راوتنج. يبقى انا لازم اجي على ار1 اخليه يشوف شبكه ال192.168 دوت 3.0 وساعتها هينزل في الراوتنج تيبل بحرف الاس. الاس يعني ايه؟ ستاتيك. الاس يعني ايه يا شباب؟ ستاتيك. طيب مش كده الراوتر ده شاف الشبكه؟ لو جه البي سي بنج هيقول له ايه بقى المره دي؟
هيوصل للار 1 يقول له وصلني شبكه 192 168 3 ظهر عنده في راوتينج تيبل ولا لا يا سليم؟ صح. طب ليه خالد؟ بالظبط كده. ايه هيبعت للراوتر؟ الراوتر فعلا هيوصل للداتا دي لجهاز بي لانه فعلا هيعرف يوصل للشبكه دي. تمام. جهاز بي دلوقتي مطلوب منه ان هو يرد البنج لايه؟ ما احنا عارفين ان البنج ده ايكو، بنسميه ايكو ريكويست ايكو ريبلاي. يعني ايه ايكو ريكويست ايكو ريبلاي؟ يعني بيبنج وبيجي لي ريبلاي. ايكو يعني صدى، ماشي؟ فاهم هي ايكو يعني ايه؟ صدى. تمام. في بنج هيوصل للبي، المفروض دلوقتي البي يبدا يرد، فبي لما يجي يرد مطلوب منه يرد على مين؟ على شبكه 192.168.2. فهيروح للراوتر بتاعه، رجع لي الداتا دي ل 192.168.2. ار 2 موجود عنده الشبكه دي؟ لا، صح. فساعتها هيديني ايه لما جهاز ايه بنج؟ هيديني ريكويست تايمد اوت. يبقى فرقوا لي ما بين ديستنيشن انريتشبل والريكويست تايمد اوت. ديستنيشن انريتشبل يعني ايه؟ يعني البنج اصلا او الداتا ما وصلتش للديستنيشن. ريكويست تايمد اوت يعني ايه؟ يعني الداتا وصلت للديستنيشن لكن مفيش راوت باك، مفيش طريق عكسي او يعني راجع عشان يرجع لي الريبلاي ده. يبقى كان لازم اعمل ايه في الشبكه دي؟ ها؟ اجي على ار 2 واقول له خد بالك ده في شبكه اسمها شبكه 2.0 ودي هتتشاف بحرف الاس. اهو الجزء اللي بالاس ده سواء عند ار 1 او ار 2 هو ده اللي انا هعمله بيلد بطريقه ستاتيك. هو ده اللي هعمله بيلد بطريقه ايه يا شباب؟ ستاتيك. واضح الجزء ده؟ تعالوا بقى نقوم الجهاز بتاعنا. الجهاز اصلا كده كده ليه كارتين شبكه. تمام. هاجي بس على الميموري اقللها شويه عشان هنحتاج كمان جهاز كمان شويه. ده انا هعمله ار 1، تعالى حتى نسميه ده اللي احنا هنعمله ار 1. وهقوم مكنه دلوقتي كمان اتاكد ان هي برضو ليها كارتين شبكه، هعملها ار 2. وتست الاجهزه هنتست بقى على الاجهزه بتاعتكم، هتغيروا الاجهزه بتاعتكم بدل ما اول مكانتين كلاينت كمان الدنيا عندي هتتقل قوي ساعتها. تمام. هاجي بس على الجهاز ده عشان ما نلخبطش نفسنا، هسميه ار 1. بس هوقف بس لغاية ما اجهز المكان. يلا. بعد ما قومت دلوقتي مكانتين ار 1 وار 2 والجهازين دلوقتي دول الاتنين عليهم كارتين شبكة، اتفقنا مع بعض ان انا هعمل ار 1 اللي هو ايه؟ او المكنة الاولانية ار 1 الكارت ايثرنت 0 هحطه 192.168.2 والكارت ايثرنت 1 هحطه 11. ندخل كده على الكروت بتاعته. بسجل يا خالد. هو مش ظاهر هنا عشان النيك تيمينج. ماشي اوكي، نلغي بالمره النيك تيمينج كده عشان انا عايزه كارتين والاثنين متجمعين دلوقتي في نيك تيمينج واحد. بسجل شباب. ديليت. هم خلينا شغال في الحكومه يعني.
اسلام معي تمام كده ضفت الاثنين كده سوري دلت الاثنين بقى عندي كارتين اهم زي ما اتفقنا ايثرنت 0 وايثرنت 1 تمام هاجي على ايثرنت 0 اتفقنا ان انا هديله اي بي 192.168.2 2 ومش هديله طبعا جيت واي لان اصلا الجيت واي ده يبقى على ايه هو على الراوتر هو اساسا دلوقتي هيبقى جيت واي تمام 192 دوت 2 دوت مثلا 1 والسبنت مصر تمام طبعا الرساله الايرور اللي بتطلع لي دي مش ايرور ولا حاجه بيقول لي بس حطي دي ان اس يلا ها احط له دي ان اس عشان مش كل شويه تطلع لي لان هو اداني كده ليه لان هو اكتف دايركتوري الاكتف دايركتوري طبعا المفروض في خانه الدي ان اس يبقى 127 والجهاز الثاني روبرتس تي سي بي اوفر اي بي اتفقت معاكم اني هحط له اي بي هات 11001 على 30 يبقى كام 252 برضو نفس الحوار بتاع الدي ان اس ماشي يا عم ده الجهاز الاولاني تمام الجهاز الثاني ار 2 ده كان مكان احنا عاملينها قبل كده تقريبا دي اتش سي بي عليه برضو كارتين شبكه ايثرنت 0 وايثرنت 1 ايثرنت 0 انا هعتبره ان هو مين تبع الرسمه بتاعتنا اللي هو الوين يبقى تي سي بي اوفر اي بي هديله اي بي ده الجهاز الثاني ار 2 اهو يا خدت 11002 والسبنت ماسك اخره 252 تاني كده تاني بها حطينا على الجهاز الاولاني 100 152 اه حطينا على 11 لا الجهاز الاولاني عليه كارتين الجهاز الاولاني عليه كارتين اسر الكارت اسر نت 0 حطيت الاي بي ده والاسر نت 1 حطيت الاي بي ده وانا دلوقتي على ار 2 ايثرنت 0 عليها احط اي بي 11 ايثرنت 1 عليها احط اي بي 192.168 تمام بالنسبه لايثرنت 1 تي سي بي اوفر اي بي ثواني بس خالد 192.168 دوت 3 دوت انا قلت لكم هخليه مثلا 2 احط له هنا 127 عشان مش كل شويه يخنق عليا تقريبا كنا عاملينه دي ان اس هما كمان تمام قبل بقى ما اشغل السيرفيس اللي انا قلت لكم عليها الراوتنج اند ريموت اكسس انا عايز الاول جهازين كمبيوتر من اللي انتوا قاعدين عليهم الاثنين مثلا اللي ورا دول تمام واحد تحط لي عليه الاي بي ده 192.168.2.100 وواحد تاني 192.168.3.100 واتفر ماشي اوكي عادي عشان بس الديسك واتفر المهم يعني تاني الجهاز بتاعك مثلا ماشي اوكي خالد خلي الجهاز بتاعك ده 200 لا لا استنى 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 ما تغيرش الاي بيات عندك لو غيرت الاي بيات عندك هتفصل من الديسك توب هتفصل من الديسك توب خلي الجهازين تانيين خالص تمام الدنيا كانت واقعه عندكم انتوا الاثنين اهو لما جيتوا توصلوا لبعض تمام لما جيت مثلا الجهاز بتاع بهاء لما جيت تبنج على 3 2 قدرت توصل له صح ده الجيت واي بتاعك تبعد اكتر من كده هتقدر توصل ليه ما انا لسه ما شغلتش السيرفيس عندي اللي هتحول لي جهاز الكمبيوتر بتاعي لراوتر اعمل الكلام ده بقى ازاي كالعاده هدخل على اد رولز تمام نيكست وهسطب هنا سيرفيس اسمها ريموت اكسس هسطب هنا ايه سوري ريموت اكسس ريموت اكسس دخلت من رولز عادي نيكست نيكست تمام انا عايزه اسطب ايه من هنا بالظبط الراوتنج وبالمره برضو قال لي شويه فيتشرز دول هسطبهم لك ماشي وبالمره برضو انا هسطب الفي بي ان لان انا المره الجايه باذن الله هنشرح ايه حوار الفي بي ان تمام
نيكست وانستول. على ما ده يخلص نروح على الراوتر التاني نفس الكلام بالظبط. هندخل على الداشبورد وانا هبدا على السيرفر مانجر. الايباد اللي احنا حاطينها على الاجهزه دي على كل الشبكه، كل الشبكه بتاعت الشاحن كان فيها 30 شبكه ولا 30 شبكه؟ لا محمد، انتوا دلوقتي على اجهزتكم على الفي ام وير ليه كارتين شبكه، انما انا دلوقتي بتست انت الجهاز بتاعك اللي هو بي. تمام، انت كنت حطيت الجيت واي دوت واحد فده عشان كده اداك ايرور. تمام، هو ده كام؟ دوت 2. ايوه. وعلى الجهاز بتاع خالد 192.168.100. يعني اصلا المكن اللي على الفي ام وير بيشتغل شغل راوتر مش أيوة. انا مقومين ان هو راوتر والتست على اجهزتكم انتوا دلوقتي كايه؟ كاب لاين. عشان يوزر ما تست، انما هو ما يتستش. هو ما يتستش ماشي. هدخل على اد رول، نيكست نيكست، وهسطب مين؟ الريموت اكسس. نيكست برضه. انا عايزه اشغل مين؟ اني سيرفيس؟ الراوتنج صح، وبالمره الفي بي ان عشان هنحتاجه قدام. نيكست انستول. على ما ده يخلص بقى كده، بعد ما السيرفيس اتسطبت على الاثنين. تمام، بالمره كده بالمناسبه ركزوا في الكلمه دي، سي ماك، عشان هنحتاجها المره الجايه مع الجي بي ان ان شاء الله. احنا من ضمن الحاجات اللي سطبناها السي ماك، كونكشن مانجر ادمنستريشن كيت. تمام، بعد ما اتسطب اجيبه منين؟ من تولز، راوتنج اند ريموت اكسس. فين؟ وافتحها برضو على ار2 بالمره. تولز راوتنج اند ريموت اكسس. اول ما هشغل عندي الويزرد ده هلاقي ان اسم الجهاز بتاعي عليه علامه سهم او سهم احمر كده، ده معناه ان السيرفر بتاعي نوت كونفيجرد. معناه ايه السيرفر بتاعي نوت كونفيجرد؟ اعمل له كونفيجريشن ازاي؟ هكليك يمين عليه واقول له كونفيجر اند انيبل راوتنج اند ريموت اكسس. تمام، نيكست. طب انا عايزه اشغل السيرفر بتاعي ايه دلوقتي؟ في بي ان ولا نت؟ نت ده هنشوفه كمان شويه باذن الله، ولا في بي ان ونت، ولا مش عارف السكيور كونكشن ده اللي هو حاجه اسمها سايت تو سايت هنشوفه قدام برضو باذن الله المره الجايه. انا مش لاقيه هنا راوتنج، بس في عندي هنا اوبشن اسمه كاستم. لو قلت له كاستم ونيكست هلاقي من ضمن الاوبشنز عندي لان راوتنج. تمام، فانا هختار هنا لان راوتنج، نيكست، فينيش. هروح برضو على الراوتر التاني نفس الكلام، كليك يمين على اسم الجهاز بتاعي، نيكست كاستم، نيكست. انا عايزه اشغل عليه لان راوتنج، فينيش. تمام، المفروض دلوقتي هيبدا ان هو يقوم لي السيرفيس، ستارت سيرفيس. انا برضو نفس الكلام، ستارت سيرفيس. ما هو اصلا قلت له فينيش، فظهر لي ويزرد بيقول لي بس ان هو عايز يعمل ايه، ستارت للسيرفيس. فهو دلوقتي بيقوم السيرفيس عندي بتاعت الراوتنج. تمام، مش عارفه الدنيا تقيله ليه قوي.
على ما التاني يقوم بقى. هلاقي في هنا اي بي فيرجن 4، انا ممكن على فكره اعمل راوتنج لاي بي فيرجن 4 وراوتنج على اي بي فيرجن 6 كمان، تمام؟ نشوف ده كده برضو على ار 2. انا عايزه دلوقتي اشغل ايه؟ كنا عايزين نعمل ايه؟ نقوم الاستاتيك راوتنج، تمام؟ قبل ما اقوم الاستاتيك راوتنج تعالوا كده، انا عايزه اشوف الراوتنج تيبل اللي موجود على الجهاز ده. انا على ار 2 اشوف الراوتنج تيبل ازاي؟ في عندي ثلاث طرق. اول طريقه ان انا هفتح السي ام دي، وعندي امر اسمه راوت برنت. امر اسمه ايه؟ راوت برنت. برنت راوت برنت انتر. على سبيل المثال طبعا هو جايب لي الراوتنج تيبل بتاع الاثنين، بتاع اي بي فيرجن 4 وبتاع اي بي فيرجن 6. على سبيل المثال احنا كنا قلنا على الجهاز الثاني على ار 2 هيبقى ظاهر ايه عنده في الراوتنج تيبل؟ شبكه ال 11 وشبكه ال 192.168.3، صح؟ تمام. موجود عنده هنا شبكه ال 192.168.2؟ لا، عشان كده دلوقتي لما انتوا جيتوا تبنجوا بينكم وبين بعضيكم ما قدرش يوصل اصلا للجهاز بتاع، كان ده مين؟ ده كان الجهاز بتاع بهاء، صح؟ ما قدرش يوصل للجهاز بتاع خالد، تمام؟ على سبيل المثال مثلا هنا بيقول لي لو عايز اوصل لشبكه العشرات ده كده دايره كونكتد عنده، تمام؟ لو عايز اوصل ل 11.2، 11.2 ده الاي بي ذات نفسه. ده مين؟ الاي بي ذات نفسه. ايه؟ الاي بي بتاع المكنه اللي انا عليها، ار 2 بتاع الراوتر ذات نفسه. 11.3 مش عارفه مين 11.3 ده. اه بس انا ما حطيتش 11.3 ده خالص. هو حتى بيقول لي عشان اوصل ل 11.3 هوصل عن طريق 11.002، مش عارفه مين 11.3 ده جابه منين. ولا ايه برضو شايف اللوب باك انترفيس، وشايف برضو المولتي كاست، فاكرين كلاس دي، وشايف البرودكاست، تمام؟ دي طريقه المولتي كاست اللي كان كلاس دي، اللي كان جهاز بيبعت لمجموعه معينه من الاجهزه، فاكر ال دبليو دي اس؟ ايوه. الشبكه دي ايه؟ لا ده الجنرال، ده الجنرال، واخد بالك؟ ده بيتكلم عن الكلاس بالكامل مش مقسمها من جواه، تمام؟ طيب دي طريقه. عندي امر تاني علشان اشوف بيه الراوتنج تيبل، نت ستيت مسافه ماينس اور. نت ستيت ايه؟ مسافه ماينس اور، نفس الراوتنج تيبل اهو، تمام؟ ده لو انا عايز اشوفه عن طريق السي ام دي، او ممكن اجي على كلمه ستاتيك راوتنج نفسها واقول له شو اي بي راوتنج تيبل. هو نفس الراوتنج تيبل اهو بتاع اي بي فيرجن 4، تمام؟ ناقصني هنا زي ما اتفقنا ال 192.168.2، اعمل ايه؟ كليك يمين هنا على كلمه ستاتيك راوتنج واقول له نيو ستاتيك راوت. انا دلوقتي عشان اوصل، نرجع تاني للرسمه بتاعتي، انا دلوقتي على ار 2 عشان اوصل لشبكه ال 192.168.2 هطلع منين؟ من انهي كارت؟ من الايثرنت اللي عندي اللي اسمه ايثرنت 0. بحس ان انا هرمي على الراوتر اللي بعدي اللي الاي بي بتاعه هيبقى واخد اي بي 11.0.0.1، ها؟ انا برمي على اللي بعدي، الاي بي اللي بعدي النكست هوب يبقى مين؟ 11.0.0.1. يبقى هقول له هنا ان انا عايزه اوصل لشبكه الديستنيشن، شبكه ال 192.168.2.0، الشبكه بالكامل اللي السبنت ماسك بتاعها 255.255.255.0. عشان اوصل لها هطلع الداتا منين؟ زي ما اتفقنا من الانترفيس ايثرنت 0، يعني هرمي على اللي بعدي اللي واخد اي بي 11.0.0.1، تمام؟ اوكي. انا كده عملت بيلد للستاتيك راوت. لو جيت هنا تاني اقول له نت ستيت مسافه ماينس ار، اشوف الراوتنج تيبل، لقيت فعلا ظهر عندي هنا في الراوتنج تيبل اني لو عايزه اوصل ل 192.168.2 اللي السبنت ماسك بتاعها كذا، هبعت على مين؟ هرمي على مين؟ على الكارت بتاعي ولا هرمي على مين؟ على اللي بعدي 11.0.0.1، ده النكست هوم بتاعي، الراوتر اللي بعدي، تمام؟ هاجي هنا برضو نفس الكلام،
قفلنا الويزرد بس وفتحناه تاني عشان كان مهنج. تمام، هدخل على السيرفر بتاعي ده، انا كده على R1 هعمل عليه نفس الكلام بالظبط، هشغل عليه static route. طبعا الداتا عندي هتطلع منين؟ نرجع للرسمه، انا على R1 يبقى الداتا هتطلع منين؟ من ايثرنت 1 عشان اوصل لشبكه ال 192.168.3.0 الشبكه بالكامل اللي السبنت ماسك بتاعها. مين الاي بي بتاعي اللي بعدي اللي انا هرمي عليه؟ 11002. تمام، لو جيت اشوفه كده في الراوتنج تيبل، شو اي بي راوتنج تيبل، هلاقي فعلا ظهر عندي ان انا لو عايزه اوصل للثلاثه هرمي على 11002. تمام، بدلكوا بقى كده تاني على الجهازين كده. ريبلاي كده الجهازين بتوعكم بيعملوا ريبلاي على بعض. تمام، ليه تاني؟ بقى في راوتنج ما بينهم. خلاص، دي الطريقه الاولانيه اللي هي ستاتيك راوتنج. الطريقه الثانيه اللي هي الدايناميك بقى. احنا اتفقنا الدايناميك ده بيبقى عن طريق راوتنج بروتوكول، الدايناميك هيبقى عن طريق ايه يا شباب؟ راوتنج بروتوكول. في عندي اكتر من نوع من انواع الراوتنج بروتوكول. في مثلا بروتوكول غبي كده وعقيم اسمه الريب، راوتنج انفورميشن بروتوكول. دي طريقه تفكيره ازاي؟ هو بيبص على عدد الراوترز الاقل ما بين السورس والديستنيشن، ما بين الراوتر اللي انا واقف عليه لغايه ما اوصل للديستنيشن. تمام، في عندي بروتوكول محترم اكتر اسمه او اس بي اف، اوبن شورتست باس فيرست. ده بيبص على الطريق الاسرع. ده بيبص على الطريق ايه يا شباب؟ الاسرع. فاكرين التوبولوجي اللي رسمناه في اول يوم لما قلت لكم الخط اللي في النص او دايره كونكشن اللي في النص؟ هفترض انه كان كونكشن بطيء، اهو الرب كان هيبص عليه. تمام، ايام الويندوز سيرفر 2003 كان بيسبورت الاثنين، كان بيسبورت ان انا اشغل عليه الرب الراوتر بتاعي او جهاز الكمبيوتر بتاعي، اسطب عليه الرب او اسطب عليه الاو اس تي اف. ابتداء من ويندوز سيرفر 2008 مش عارفه ايه السبب المنطقي بصراحه، يعني من تفكير مايكروسوفت شالت الاو اس بي اف وخلت الاجهزه بس تسبورت الرب، رغم ان الرب يعتبر بروتوكول كل يوم والتاني بينقرض. اللي دايس دلوقتي جامد هو مين؟ اللي معظم العالم اصلا شغال بيه بروتوكول الاو اس بي اف وحاجه تانية اسمها اي اس اي اس مش موضوعنا. تمام، دول تقريبا الاثنين بروتوكول اللي منتشرين جدا على مستوى العالم واحسن بروتوكولات. تمام، لا، مايكروسوفت شالت الكلام ده كله وخلته بس يسبورت الرب. تمام، اشغل الريب في سيسكو كده، سيسكو عن طريق الريب وعن طريق اي اي جي ار بي وعن طريق اي اس اي اس وعن طريق بروتوكول بي جي بي هيصا. انما على مايكروسوفت هما اثنين بروتوكول اللي هما الريب والاو اس بي اف. 2003 كان بيسبورت الاثنين الريب والاو اس بي اف، 2008 ابتداء من 2008 و2012 بقى بيسبورت الريب بس. تمام، اعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي طبعا اول حاجه خالص اشيل الاستاتيك راوت اللي انا عملته عشان الدنيا تقع تاني. كليك يمين على الستاتيك راوت، ديليت على المكانتين. طبعا مش محتاجه بقى ان انتوا تستوا تاني، لو جيتوا دلوقتي تستوا تبنجوا ما بين الاجهزه هتلاقوا الدنيا وقعت. الدنيا وقعت؟ تمام، اوكي. طريقه شغل الرب ان دلوقتي كل راوتر هذيع عليه الانترفيسز اللي شغاله على الدايركت كونكتد اللي عليه. طريقه شغل الرب، هاجي على R1 واقول له ايه؟ شغل لي هنا الرب. الرب هيبدا يمسك كل الشبكات اللي عنده، هحدد له الشبكات اللي عنده ويبدا يذيع الشبكات دي لبقيه الراوترز اللي جيرانه. ونفس الكلام R2 هيمسك الانترفيسز اللي عنده يبدا يعمل فيهم ايه؟ يذيعها للي حواليه. عشان كده بنقول على الريب ان هو بيذيع الابديت باي رومر. رومر يعني اشاعه، رومر يعني ايه؟ اشاعه. انا عندي معلومه ما اسكتش، اجري جري على اسلام، اسلام ما يسكتش يحط عليها شويه كده حبشتكنات بتاعته ويجري جري على بهاء يقول له، بهاء ما يسكتش انس اون. تمام، كل راوتر عنده معلومه، معلومه يعني ايه؟ الشبكات الدايركت كونكتد اللي عنده، يروح مظبطهم كده في الراوتنج تيبل ويبعتهم للي بعديه بدون بقى الدخول في تفاصيل ممله يعني. تمام، اشغل الرب ازاي؟ هاجي هنا على كلمه جنرال واقول له هنا نيو راوتنج بروتوكول. انا عايز اشغل مين؟ الرب. عايز اشغل مين يا شباب؟ الرب. تمام، زي ما اتفقنا كان في ايام ال 2003 في هنا اوبشن كمان ان اشغل الاو اس بي اف، فاقول له ماشي يا عم رب. اول ما هقول له اوكي ظهر عندي الرب هنا اهو. كليك يمين، مش انا اتفقت ان انا هشغل الرب على انهي انترفيسز؟ على الاثنين انترفيس بتوعه.
فاقول له هنا نيو انترفيس انا عايز اشغله على مين؟ على انترفيس 0 وعلى انترفيس مين كمان؟ 1. فاختار 0 الاول. ماشي اوكي. اول ما ضغطت له اوكي قال لي هو انت عايزه تشغلي ريب فيرجن كام؟ اصل الريب انا عندي 2 فيرجن، فيرجن 1 وفيرجن 2. لو اضطريتوا ان انتوا تشتغلوا الريب في اي سيناريو اشتغلوا فيرجن 2، في مميزات اقوى بكتير من الريب فيرجن 1. ده لو اضطريتوا فعلا ان انتوا تشتغلوا ايه بالريب. كان في الريب السبلت رايزون تمام. ريب فيرجن 1 بيزعل ابديت، يعني ابسط فرق ما بين الاثنين ان ريب فيرجن 1 بيزعل ابديت برودكاست. انا عارفه ان برودكاست يعني ايه، يعني ايه يا جماعه برودكاست؟ داتا بتوصل لكل الاجهزه اللي حواليا، بروكاست داتا بتوصل للكل. لكن مولتي كاست ريب فيرجن 2 بيبعت الابديت يا بهاء. مولتي كاست، مولتي كاست يعني ايه؟ يعني الباكت دي او الابديت الشبكات اللي عنده دي هيزعها بس للجروب اللي شغال معاه ريب فيرجن 2 بس. مع الوضع في الاعتبار بحاجه ان ريب فيرجن 1 وريب فيرجن 2 مش كومباتبل مع بعض، يعني ما جيش على الراوتر الاولاني اخليه فيرجن 1 والراوتر الثاني فيرجن 2، مش كومباتبل مع بعض، مش هيشوفوا بعض. تمام. فقال لي هنا انت عايزه تشتغلي ايه؟ احنا اتفقنا فيرجن 1 ولا 2؟ بص حتى بيقول لي فيرجن 1 برودكاست، فيرجن 2 مولتي كاست. عملوا حركه غبيه قوي من الرب اصلا، خلوه كمان ريب فيرجن 2 ان انا ممكن ازعله برودكاست. طب وايه لازمتها؟ ما انا كنت اشتغل ريب فيرجن 1 بقى صح، بس ساعتها ممكن اشغل حتى عليه حاجه اسمها اوثنتيكيشن، مش مشكله. ها هشغله ريب فيرجن 2 مولتي كاست. الفيرجن 2 كان فيرجن 2 اللي بيعمل السبورت. تمام. فاحنا اتفقنا تاني ان انا هشغله على ايه؟ ريب فيرجن ها 2 مولتي كاست. بيقول لي طب بالنسبه للانكومنج عندك استعداد تستقبلي فيرجن 2 بس ولا ممكن بالمره لو اللي قدامك شغال فيرجن 1 تقبلي الابديت منه؟ ماشي اوكي هقبل الابديت من 1 و2 على اساس ان هو لو بعت لي مثلا الراوتر اللي قدامي شغال فيرجن 1 اوكي ممكن اقبل منه الابديت. لكن تاني لو انا قلت له هقبل 2 بس، الاولاني الراوتر التاني ده لو كان شغال فيرجن 1 مش هستقبل منه حاجه، الاثنين مش كومباتبل مع بعض. يعني ده دلوقتي لو كونكتد قصاده مثلا براوتر سيسكو على سبيل المثال هيبعتوا لبعض الريب لانجويج مشتركه. تمام. ده انا ممكن كمان احط كي مشتركه ما بين الاثنين. ليه؟ علشان ما يجيليش واحد كده في النص يشغل جهاز الكمبيوتر بتاعه ان هو برده راوتر ويبعت برضو ريب ويستقبل ريب ويبعت لي شبكات ويستقبل شبكات. فممكن دلوقتي اشغل حاجه بنسميها اوثنتيكيشن ما بين الاثنين، بس الاوثنتيكيشن ده ما بيشتغلش الا على فيرجن 1، ما بيشتغلش الا على فيرجن مين؟ انا اسف فيرجن 2، فيرجن 2 بس ساعتها اقدر اشغل الاوثنتيكيشن. تمام. مش موضوعنا دلوقتي اوثنتيكيشن اوكي. والمفروض ان انا هطبق نفس الكلام ده بالظبط على الانترفيس الثاني اوكي، وهستقبل برضو مثلا فيرجن 2 بس. طبعا في هنا كميه يعني ديتيلز يعني تقيله. هو الراوتنج كله اصلا في مايكروسوفت، ملوش لازمه اصلا في مايكروسوفت. لا مش للدرجه يعني ماشي، بس اقصد يعني اللي يفهم الكلام ده اكتر الناس بتوع سيسكو. فاجي هنا تاني وارده على الراوتر ده واقول له نيو راوتنج بروتوكول، انا عايز اشغل الريب، واجي على الريب اللي ظهر عندي ده كليك يمين هشغله على الانترفيس الاولاني واشغله فيرجن 2. تمام. فيرجن 2 مولتي كاست لوي، واجي على الانترفيس الثاني هشغله برده غير فيرجن 2 مولتي كاست واخليه برده يقبل. انا متهيألي ده عملت فيه حاجه غلط. انا عايزه كله يبقى مولتي كاست افضل. تمام كده. المفروض دلوقتي ان الراوتر هيشوف الراوتر التاني كرر ليه. فلو جيت دلوقتي على الرب ده الاول، انا على انهي مكنه؟ ار2. لو قلت له شو نيبرز، ده انا لقيت نيبر ليا اهو، لقيت ايه نيبر اللي هو 11002. طالما لقيت النيبر بتاعي يبقى الرب شغال ما بينهم ومفيش اي مشكله. تمام. مش الراوتنج تيبل كان خلاص انا مسحت الاستاتيك؟ لو جيت دلوقتي تاني قلت له هنا نيت ستيت ماينس ار، انا على ار2 يبقى ناقصني 192.2 موجوده اهي. بنك كده يا محمد؟ تمام. بنك في ريبلاي ولا لا؟
حد تهمني كده في الرب كده الجزء بتاع الرب. هجهز المكنة بقى عشان النيتنج. كنا بنتكلم دلوقتي بقى على التوبيك التاني بقى اللي هنبدأ فيه دلوقتي ان شاء الله، نيتنج. ايه نيتنج ده؟ لو تفتكروا كده كنا قلنا ان انا عندي مشكلة فقد في الايبهات، صح؟ عشان احل مشكلة الفقد في الايبهات كان عندي حلين، حل على المدى البعيد long term solution لو تفتكروا اللي هو كان ايه؟ IP ايوه IP version 6، وشفنا حوار IP version 6 ده قبل كده، تمام؟ بالمناسبة قبل ما انسى، طالما دخلنا في حوار IP version 6، لو عايزين تعملوا راوتنج بس على IP version 6 نفس الحوار بالظبط، هتيجي هنا برضو على static routing. لو عايز تشوف الراوتنج تيبل شو IP routing table هلاقيه شايف شبكة ال FF00 حد اللي على 8 ده ايه؟ المولتيكاست، صح؟ FE80 ده كان مين؟ اللينك لوكال، صح؟ وانا مش حاطه ايبيهات اصلا ستاتيك، علشان كده مش جايب لي هنا اي ايبيهات غير اللينك لوكال، وجايب لي المولتيكاست بس، تمام؟ لو عايزين ان انتوا تبلدوا ستاتيك راوتنج كليك يمين نيو ستاتيك راوت، وبرده نفس الحوار بالظبط، بس المره دي الديستنيشن هيبقى مثلا 2001 كولون كولون 1 على 4، او حتى ما بكتبش هنا ال 64 البريفكس دي خانه لوحدها على 64، نفس الحوار بالظبط اللي عملناه بس هطبقه على فيرجن 6، تمام كده؟ نرجع تاني لموضوعنا، قلنا تاني مشكله الفقد في الايبيهات حلها اللونج تيرم سوليوشن او الشورت تيرم سوليوشن. ايه الشورت تيرم سوليوشن ده؟ كان تكنولوجي كده اسمها البرايفت اي بي بلس اطبق على الراوتر النت. حد فاكر البرايفت اي بي؟ اللي هي كان من كلاس ايه، كان عندي شبكة العشرات بالكامل على 8، من كلاس بي كان عندي شبكة 172.16.0.0 لغاية 172.31.255.255 على 12، ومن كلاس سي كان عندي شبكة 192.168.0.0 لغاية شبكة 192.168.255.255 على 16، واضحة؟ كنا قلنا فكرتها في ايه بقى؟ ان باجي على الراوتر بتاعي على 2 انترفيس، هو عادة كلاس سي بنخليها على 24، بس هنا على اساس ان اول 2 اوكتت بس اللي انا مثبتاهم، والاتنين اوكتت دول اللي بلعب فيهم، تمام؟ ده الراوتر عليه 2 انترفيس، انترفيس جوه اللين وانترفيس بيربطني بالوان. الانترفيس اللي بيربطني بالوان ده اللي هيبقى واخد عليه public IP، ده اللي هبقى واخد عليه ايه؟ public IP. طب والانترفيس اللي جوه اللين ده اللي انا هحط عليه IP private IP. اي IP من الايه؟ من كلاس A او B او C. كنا قلنا ان منظمة الايانا ادت لك الاي بيهات دي فور فري، تحطها جوه اللان براحتك، بس بشرط اوعى تطلع اصلا في الـ في الـ في النتورك بتاعتك جوه اللان من الرينج ده، لانك لو حاولت ان انت تطلع من الرينج ده وتطلع ببابليك اي بي من جوه اللان مش هينفع، مش هتعمل لك راوتنج. عندكم معمول ناتنج بطريقه معينه بحيث ان الاي بيهات دي برده هتظهر بره بالبابليك بتاع الراوتر؟ عندكم اي بي 8 تقريبا على ما اتذكر، صح؟ وطف اي، لان الراوتر معمول عليه ناتنج بطريقه معينه، برضو هتلاقي الايبيهات دي مخفيه بره، كلها هتطلع بره بايه؟ بس الشبكه جوه مش 10 مش 192 مش 192، يعني الايبيهات اللي هي بتاعت الكلاينتس اللي جوه الشبكه مش 10، 9. ايوه ما انا فاهمه قصدك، انا قلت لك في ناتنج على الراوتر، صح؟ انتوا عندكوا اصلا عامل ناتنج، شايل البرايفت اي بي وحاطط ناتنج، عاملها بطريقه معينه بحيث برضه البرايفت اللي هو التسعات دي الايبيهات اللي هي التسعات ظاهره برضه على الانترنت بايه؟ بالبابليك اي بي بتاع الراوتر، تمام؟ فكنا بنقول تاني البرايفت اي بي، كنوع من التاكيد،
احنا اتفقنا اولا ده حل لمشكله الفقد في الاي بي هات. ليه بهاء؟ ليه؟ لو انا عندي مجموعه كبيره جدا من الاجهزه جوه اللين كلها هتاخد اي بي هات برايفت، هتطلع بره على الانترنت بمين؟ بالاي بي البابليك بتاع الراوتر. هتطلع باي شباب؟ بالاي بي البابليك بتاع الراوتر. تمام كده؟ ده كده يوفر لي جامد في الاي بي هات ولا لا؟ ايا كانت اللين اللي انا فيها هاخد اي بي برايفت من الرينج اللي قدامي ده. انا عندي كام لان على مستوى العالم؟ كتير جدا. كلها هيتكرر عليها الاي بي هات ولا لا؟ مين اللي ما ينفعش يتكرر على مستوى العالم؟ البابليك. مين اللي خلى الاي بي هات دي اصلا قدرت ان انا اقدر ان انا اكررها على مستوى اللانات كلها؟ تكنولوجي موجوده على الراوتر اسمها النت. تكنولوجي موجوده على الراوتر اسمها ايه يا شباب؟ النت. نتورك ادرس ترانسليشن. لولا النتورك ادرس ترانسليشن ده كانت حصل كونفليكت على مستوى العالم كله. بمعنى انا جهازي دلوقتي مثلا 192.168.1.1 وجهازي في البيت 192.168.1.1 وجهاز اسلام في البيت 192.168.1.1 ما عملوش كونفليكت مع بعض. ليه؟ لان الناتنج بياخد الاي بي هات البرايفت يطلعها على الانترنت بالاي بي البابليك، هتصر بالاي بي البابليك بتاع الانترفيس اللي على الراوتر اللي كونكتد بالوين. تمام؟ كنوع من التاكيد انا دلوقتي لو جت على الشبكه بتاعتي على الكارت بتاعي بتاع اللاب واخد اي بي كام؟ 15. لو جيت دلوقتي اطلع كده على جوجل وقلت له هنا ماي اي بي، في مواقع كتيره جدا اصلا هتحاول ان هي تلقط لي الاي بي. اي واحد من دول كده، اي موقع من دول كبير وهيلقط مين؟ الاي بي البابليك. بصوا قال لي انا واخده اي بي كام؟ 197 37. واي حد فيكم على الجهاز بتاعه دلوقتي لو عمل نفس الحكايه هيطلع له نفس الاي بي اللي ظهر قدامكم ده. ما احنا كلنا اي واحد في اللاندي. تمام. كنوع من التاكيد، كنوع من التاكيد، لو انا عندي دلوقتي يوزر اي ويوزر بي جوه اللاند بتاعتي، عارفين موقع رابت شير كان حتى تقريبا سمعتوا انه اتقفل. موقع رابت شير كنا بنعمل من عليه داونلود، كان موقع رخم قوي ما كانش بيسمح لي باتنين داونلود في نفس الوقت. تمام. ايا كان ماشي. المهم يعني ليه؟ هو لو انت عايز تعمل كذا داونلود اشتري بقى الاكونت اللي هو البريميوم، يعني هو عاملين جزء منه فري وجزء بريميوم. تمام. فكنوع من الدعايه برضه هو سمح لك تعمل من عليه داونلود بس بكام اي بي؟ اي بي واحد بس. يجي اليوزر رقم ايه مثلا يعمل داونلود اوكي، يجي اليوزر بي ما بيعملش داونلود دلوقتي، اول ما يدخل على الرابت شير يروح طالع له في وشه كده مطلع له رساله يور اي بي از اوريدي داونلودنج ا فايل رايت ناو. طب ده ما بيعملش داونلود لان الاثنين ظاهرين على الانترنت اصلا بايه؟ بالبابليك اي بي. اهو البابليك اي بي ده بقى هو ده اللي ما ينفعش انه يتكرر على مستوى العالم يا بهاء شايفك. تمام. ده اللي ما ينفعش ان هو يتكرر. تمام كده. في عندي كام نوع من انواع النت؟ ثلاث انواع من انواع النت. ثلاث انواع من انواع النت. النوع الاولاني استاتيك، النوع الثاني دايناميك، النوع الثالث بيت. نفس الكلام بورد ادرس ترانسليشن بالظبط كده يا محمد، اللي شغال جدا اصلا الكلام ده اصلا منتشر قوي في الهاردوير طبعا لانك كده كده اصلا عندك راوتر صح، هتطبق عليه الراوتنج وهتطبق عليه النت. تمام. هتيجي هنا على الراوتر بتاعك، هفترض ان انا عندي هنا راوتر وعندي 10 اي بي هات برايفت. تمام. اعمل ايه؟ هشتري لهم 10 اي بي هات بابليك. هشتري لهم ايه يا شباب؟ 10 اي بي هات بابليك. الاي بي الاولاني عايز يطلع على الانترنت هيستخدم الاي بي الاولاني، الثاني عايز يطلع على الانترنت هيستخدم الثاني، الثالث هيستخدم الثالث ان سو اون. تمام. انا كده وفرت في الاي بي هات بس عملت حاجتين. اول حاجه ان انا كده طبقت ايه؟ طبقت سكيورتي لان ما فيش اي حد كده عارف الاي بي هات اللي جوه اللان بتاعتي، كلهم كبرهم اللي جايين لي من الوين كلهم كبرهم يشوفوا ايه؟ الاي بي البابليك، ما حدش شايف اصلا الاي بي البرايفت، يبقى انا كده طبقت سكيورتي. ثانيا هتكتشفوا في اخر اليوم النهارده باذن الله ان الاستاتيك ده مهم جدا. انا ممكن اشتري اي بي ستاتيك لاي بي عندي محدد جوه اللان بتاعتي علشان اي حد يجي لي من بره يدخل على الاي بي اللي هو البابليك ده يتعمل له ساعتها ريدايركت على اي بي من البرايفت
على جهاز مثلا افتح له ريموت ديسكتوب عليه. تمام، انا مش هاجي على الجهاز اللي انا عايز افتح عليه الريموت ديسكتوب واحط عليه بابليك اي بي، عشان السكيورتي اللي هيدخل عليا هيدخل على ايه؟ الاي بي البابليك اللي انا شاريه ليه. مجرد ما يجي يدخل بالريموت ديسكتوب على الاي بي البابليك ده، على طول الراوتر هيعمل له ايه؟ ريدايركت على الاي بي البرايفت، سواء بقى ريموت ديسكتوب، سواء كاميرا مراقبه ليها اي بي وانت عايز تشوف ايه اللي بيحصل في الشركه بتاعتك وانت بره في الوين. تمام، ده بالنسبه للاستاتيك، كل اي بي قصاده اي بي، علشان كده بنسميه 1-to-1 mapping. عشان كده بنسميه يا شباب 1-to-1 mapping. تمام، دايناميك، قال لك لا دايناميك بقى انا عندي هنا سي مثلا 10 اي بي هات جوه البرايفت، هشتري لهم مثلا 3 اي بي هات بس جوه البابليك. الاي بي الاولاني عايز يطلع الانترنت هيطلع الاولاني، الثاني يطلع الانترنت الثاني، الثالث هيستخدم الثالث، طب الرابع عايز يطلع الانترنت هيعرف؟ كلهم دلوقتي مستخدمين، معنى كده ان ليه لازمه؟ لا. طب ايه رايكم برضو في اخر اليوم النهارده باذن الله هكتشف ان انا ممكن اظبط فيه اوبشن بطريقه معينه، هكتشف ان هو مهم جدا فوق ما تتخيل. تمام، انا ممكن كل اي بي بابليك من دول اصلا يا خالد لو تفتكر كان في اوبشن كده اخليه يديك 65000 سيشن. 65000 سيشن. تمام، طيب البيت بقى ايا كان عدد الاي بي هات اللي جوه اللان بتاعتي كلهم هيطلعوا بالاي بي نفسه بتاع البابليك بتاع الراوتر. ده حلو، ده حلو. تمام، فده بنسميه ميني 2 وان، لا ميني تو وان مابينج. تمام كده، طب اي عدد يعني مثلا عندي الشركه بتاعتي كبيره شويه فيها 70000 جهاز، 70000 جهاز كلهم هيطلعوا بنفس البابليك اي بي؟ قال لك لا ليا برضو ليميت معين. ايه هو الليميت بتاعي؟ تعالوا نشوف كده قصه كده كنا شرحناها زمان ايام الانترودكشن وهنكتشف ان هي مهمه جدا بالنسبه لنا دلوقتي. لو انا عندي اكتر من جهاز كمبيوتر اي بي سي كلهم كونكتد على سويتش عشان اوصل لسيرفر معين في النهايه، كل دي اجهزه متوصله على سويتش. هو لسه قدامنا الداتا بي؟ لا قربنا، انا اللي عايز اروح. لا انا عايز امشي، بقول لك في الساعه 8 بس هنخلص 7 تاني كده. ايه فقلنا تاني ده جهاز ايه؟ بي وده سيرفر مثلا شغال على بورت 80 ويب سيرفر مثلا. لو انا مثلا طلعت من الجهاز ده من اي بي 10.0.0.1 صدفه طلعت من بورت 2000، مش احنا كنا قلنا جهاز الكمبيوتر بيطلع من اي بورت راندوم ابتداء من 1000 ابتداء من 1024؟ صح، اللي هو كان الكاتيجوري بتاع اليوزر ديفايند. تمام، طب الديستنيشن بورت او الديستنيشن هيبقى ايه؟ هو 10.0.0 مثلا 200 على ديستنيشن بورت كام؟ 80، ده ويب. طب الجهاز ده هطلع من جهه من اي بي 10.0.0.2. تمام، صدفه طلعت من نفس البورت والجهاز ده الاي بي بتاعه 10.0.0.3 صدفه طلعت من نفس البورت، في اي مشكله؟ لا. ليه؟ اللي يهمني ان السوكت على بعضيها لما توصل للديستنيشن تكون متغيره. يعني ايه السوكت؟ سوكت معناه الاي بي والبورت الاثنين مع بعض. ما هي السوكت دي متغيرة عن السوكت دي، متغيرة عن السوكت دي، مين اللي غير السوكت؟ الاي بي. الاي بي هو اللي غير السوكت. فلو ده تاني طلع من بورت وده من بورت وده من بورت مفيش اي مشكلة، كلهم هيدخلوا على نفس الديستنيشن سوكت، كلهم هيدخلوا على ايه؟ نفس الديستنيشن سوكت. تعالوا نكبر الموضوع بقى شوية. هفترض هنا ان انا كده حطيت هنا في النص راوتر، تمام، الراوتر ده دلوقتي زي ما اتفقنا عليه 2 اي بي، واحد برايفت والطرف الثاني ليه هيبقى، والطرف الثاني هيبقى ايه يا شباب؟ بابليك. زي مثلا البابليك هفترض ان الاي بي بتاعه 11.0.0.1، وهفترض طبعا كده الويب سيرفر الاي بي بتاعه لازم يتغير، انا كبرت الشبكه انا كده بقيت بتكلم في الوين. فهفترض مثلا دلوقتي ان الاي بي بتاع السيرفر بقى 11.0.0.2 برضو على بورد 80. تمام، مش احنا لسه قايلين
ان الراوتر اساسا هياخد الاي بيهات دي كلها يحولها لايه؟ للبابليك. ها تمام. ويحط الكلام ده في تيبل، التيبل ده بنسميه ترانسليشن تيبل. يحطه في تيبل اسمه ايه؟ ترانسليشن تيبل. الترانسليشن تيبل ده هيبقى فيه حاجه اسمها، ومتقسم لتو كاتيجوريز كده او هم اربعه، خلينا في اتنين دلوقتي، انسايد لوكال، والتاني بنسميه انسايد جلوبال. ايه الانسايد لوكال وايه الانسايد جلوبال؟ لغه الناتنج مختلفه شويه عن اللغه بتاعتنا. انسايد لوكال معناها الاي بيهات البرايفت اللي في الشركه بتاعتي اللي عايزه تطلع بره. انسايد من اسمها انسايد لوكال، لوكال يعني الشركه بتاعتي، انسايد اللوكال بتاعي. يبقى تاني، مين هو الانسايد لوكال في حالتي؟ العشرة زيرو زيرو واحد اللي جاي لي من بورت 2000، والعشرة زيرو زيرو اتنين اللي جاي لي من بورت 2000، والعشرة زيرو زيرو تلاتة اللي جاي لي من بورت 2000. تمام. الانسايد جلوبال، جلوبال يعني برا، تمام، بس انسايد يعني بتاعي، بتاع الشركة بتاعتي. مين هو اللي برا في البابليك بس بتاعي؟ الاي بي البابليك بتاع الراوتر، ما ده بتاع الشركة بتاعتي. ولا الاي بي البابليك بتاع السيرفر؟ مين اللي بتاع الشركه بتاعتي؟ بتاع الراوتر. تمام. انسايد يعني جوه يعني بتاعي، بتاع الشركه بتاعتي. جلوبال يعني الطرف الثاني في الوين. تمام. مين هو الانسايد جلوبال؟ ها الاي بي اللي هو 11001. فهفترض ان اول كونكشن الراوتر حوله لبورت 2000، طلعه للديستنيشن اللي هو السيرفر ديستنيشن على بورت 2000، وقام واخد الاي بي التاني برضه طلعه من نفس الاي بي البابليك. ينفع يطلعه من نفس البورت؟ لان ده يعتبر كده كونكشن جديد، فهيطلعه مثلا من اي بورت تاني. طب بالنسبه للاي بي التالت 11000، ها 3، ما هو كلهم طالعين على نفس البابليك اي بي بتاع الراوتر على بورت مثلا 2002. تمام كده. ليه تاني؟ لان السوكت دي وهي راحه للسيرفر المفروض ان السوكت تبقى متغيره. طب ما انا المره دي السوكت الاي بي هات فيها ثابته، يبقى مين اللي يغير لي السوكت؟ البورت نمبر. هي بهي. تمام. بحس دلوقتي الريكوست الاولاني ده لو راح للسيرفر، الاولاني ده لو راح للسيرفر، السيرفر هيبدا يرد على 11001 على بورت 2000. الراوتر هيبص جوه الترانسليشن تيبل، هو الاي بي ده مربوط بمين؟ ب 10001 على بورت 2000. يقوم واخد الريكوست اللي من السيرفر يبعته للجهاز ده. عرفنا ازاي الجهاز او الراوتر بتاعي بيعرف كل كونكشن جاي من انهي كلاينت؟ عن طريق مين؟ الترانسليشن تيبل. عن طريق مين يا شباب؟ الترانسليشن تيبل. معنى كده ان انا عندي كام كونكشن، كام جهاز جوه اللان بتاعتي يقدروا يطلعوا بره على الانترنت في نفس الوقت؟ عدد البورت نمبرز. مش انا كل كونكشن هترجمه البورت نمبر جديد؟ صح. يعني من الاخر كام كونكشن؟ مش البورت نمبرز بتاعتي 65000 وشويه؟ قول 65000 على اساس ان في من 0 ل 1023 دول بتاع السيرفرات. تمام. فهفترض ان انا من حقي دلوقتي 65000 جهاز جوه اللان بتاعتي من حقهم يطلعوا بره على الانترنت. تمام. ده ثيوريتيكالي. ثيوريتيكالي يعني ايه؟ نظريا 65000 جهاز يقدروا يطلعوا على الانترنت بنفس البابليك اي بي. ليه؟ ما هو كل برايفت اي بي هياخد بورت نمبر مختلف. ده ثيوريتيكالي. امال فعليا بقى لو جيت هنا فتحت السي ام دي، قبل بقى ما افتح السي ام دي كده هدخل على اي موقع ام اس ان مثلا على اساس ان هو بيفتح كونكشنز كتير. تمام. لو جيت هنا قلت له نت ستيت مسافه ماينس ان، نت ستيت ماينس ان ده امر بيوريني كل الكونكشنز اللي اتفتحت على الراوتر بتاعي. انتر. واو، ده انا فتحت ام اس ان دوت كوم بس. تمام. وقبليه جوجل، دي الحكايه كلها. لقيت كل الكونكشنز دي اتفتحت. ليه يا شباب؟ لان الام اس ان كل لينك من اللينكس اللي قدامي دي ممكن تكون اصلا بتشاور على موقع تاني. كل لينك من اللينكس دي بتشاور على ايه؟ ده كده الفيديو ده بيشاور على موقع، الفيديو ده بيشاور على موقع، اللي مش عارفه في دخول اهو، يبقى ده شغال على اتش تي بي اس. يبقى معنى كده ان الام اس ان ده مش موقع واحد، ده لسته كده من السيرفرز جوه سيرفر واحد او لينكس جوه سيرفر واحد. تمام. عشان كده فعلا هنا ده كده الاي بي بتاع جهازي، ده البورت اللي انا طالعه منه. تمام. يبقى ده على بعضه السوكت بتاعي.
ده الديستنيشن اللي انا داخله عليه. على سبيل المثال في ديستنيشن هو على بورت 443، اعتقد ان هي الحته اللي فوق دي بتاعه اللي هي اللوجن الدخول، هنا معظمهم هتلاقيه على 80، يبقى 80 ده اللي هو مين؟ الام اس ان باللينكس بتاعته كلها، صح؟ ده موقع يتيم اللي انا دخلت عليه وفتح لي كل اللينكس دي، فما بالكم بقى لو فتحت كذا صفحه، تمام؟ يبقى حته دلوقتي، وطبعا الراوتر مطلوب منه انه ياخد كل كونكشن من اللي قدامكم دي يترجمها لبورت مختلف. كل سطر من السطور دي هياخدها ويعمل فيها ايه؟ يترجمها لبورت مختلف، لان ده كل واحد من دول كونكشن مختلف، تمام؟ معنى كده تاني ان السيوريتيكالي بيسمح لي بكم اي بي او كم جهاز جوه اللين؟ 65000. فعليا على حسب اليوزرز بتاعك بيعملوا ايه، يعني تقريبا من 4000 ل 6000 جهاز، يعني من 4000 ل 10000 جهاز جوه الليل على حسب اليوزرز بيعملوا ايه، تمام كده؟ حد تهمني كده في حاجه؟ ده البيت. ده ايه البيت؟ طب افرض دلوقتي ان جوه اللان بتاعتي عدد كبير جدا جدا من الاجهزه لدرجه ان الاي بي الواحد ما كفاهمش. فاكرين الديناميك؟ الديناميك كنت قلت كل اي بي بياخد اي بي، يعني زي مثلا عندي 10 اي بيهات هشتري لهم 3 اي بيهات. لا، انا ممكن ان انا ادمج النات اللي هو الديناميك مع البيت بطريقه كده بحيث ان كل اي بي في البابليك يديني 65000 كونكشن، يعني اشتري 3 اي بيهات، تمام؟ انا كده شغاله ايه؟ دايناميك، دايناميك نت، بس عن طريق ان انا هدمجه بالنيتنج، تمام؟ او عن طريق هدمجه سوري بالبيت، يبقى هخلي كل اي بي بابليك يديني 65000 سيشن، تمام؟ يبقى فساعتها الدايناميك مهم جدا ولا لا؟ صح؟ اعمل الكلام ده ازاي بقى؟ سي دلوقتي هاجي هنا انا عايزه اطبقه مثلا على اي بي فيرجن 4، كليك يمين على كلمه جنرال واقول له نيو راوتنج بروتوكول. هو هنا بيعتبره راوتنج بروتوكول رغم ان هو ابلكيشن مش راوتنج بروتوكول خالص. انا عايزه دلوقتي اطبق ايه؟ النيت. اوكي، مش وقت تهنيجه خالص. ادي النيت اهو، كليك يمين هقول له نيو انترفيس. انا عندي اتنين انترفيس، اللي هو اللي جوه اللين واللي جوه الوان. انا دلوقتي بطبق يا شباب المكنه بتاعتي انا على R1، تمام؟ R1 دي لو تفتكروا كان عليها اتنين انترفيس، ايثرنت 0 وايثرنت 1. بالنسبه لايثرنت 0 الاي بيهات بتاعتها 192 168 كان كام؟ 2.0.over24. وده كان كام؟ ايثرنت 1 كانت الاي بيهات بتاعته 11.0.0.0/30. دول الاثنين انترفيس اللي عندي، تمام؟ على فكره الراوتر دلوقتي انا شلت منه الاستاتيك راوتنج وشلت منه الريب دادليت الريب وشلت منه كل حاجه، يعني انا كده على الديفولت. اوكي، فانا هقول له دلوقتي انا هضغط على اف 0. اول ما قلت له اف 0 ايثرنت 0 قال لي هو ده هيبقى انهي كارت فيهم، البرايفت ولا البابليك؟ البرايفت، ده الانترفيس البرايفت بتاعي، تمام؟ واكليك تاني واقول له نيو انترفيس تاني واضيف الكارت التاني اللي هو ايثرنت 1، والمره دي هقول له ان ده مين؟ البابليك. ومفيش اي سبب منطقي ان انا ما احطش هنا علامه صح، انيبل نت اون ذس انترفيس، تمام؟ اوكي، انا كده طبقت النت. ده معناه ان البرايفت هيقدر يوصل للبابليك، لكن البابليك لو حاول يدخل على البرايفت هيعرف؟ مش احنا قلنا فكره الناتنج ان البرايفت بيطلع على على الانترنت بالبابليك اي بي، لكن اي حد في البابليك هيحاول يدخل على البرايفت بتاعي مش هيعرف. وانت قاعد هنا تعرف تدخل على الجهاز بتاعك في البيت؟ لا، تمام. فالاجهزه بتاعتكم بقى اللي انتوا كنتوا مظبطينها، انا عايزه جهاز فيكم ياخد اي بي 192 168 2 والجهاز التاني ياخد 11002 مثلا. اتنين مية تمام، والجيت واي بتاعه 2.1، تمام يا خالد؟ اوكي، الجهاز بقى كان مين؟ بهاء. تمام تمام، الجهاز بتاع بهاء خليه بهاء 11002 والسبنت ماسك 255 255 255 252. مش محتاجه يعني خليك لا ما تاخدوش حاجه، لان الناس اللي بره مش هتستخدم الراوتر بتاعك عشان يدخلوا جوه، صح؟
لا انت لازم عندك جيت واي يا خالد، لان انت الليل. أنا انت الليل. انا الليل. بنك بقى كده على الجهاز بتاع بها. في لسه طبق هي نص ساعة بس. لا كفاية كده النهار. الفلاشة طب الحق انت شغل. عليكم السلام. ريبلوي. بهاء سيبك منها ورا شغل ورا شغل. بنج انت يلا. مية تنوت سن مية تنوت ستين اتنين مية. كده تمام. يبقى الجهاز اصلا اللي جوه اللين قدر يوصل للبابليك، لكن الجهاز اللي في البابليك ما قدرش يوصل على البرايفت. يبقى كده احنا طبقنا فعلا الناتج ولا لا؟ تمام. لو جينا بس كده على الاوبشنز بتاعته، دبل كليك هنا، ده مش حاجه. كارت التاني ادرس بول، هنبقى نشوف حوار الادرس بول دي مع الفي بي ان ان شاء الله. تمام. سيرفيسز اند بورتس. سي دلوقتي زي ما كنت قلت لكم في الاستاتيك نت، لو انا كنت دلوقتي مشغله استاتيك نت، ان جاي لي حد من بره عايز يدخل على سيرفر معين، تمام، عايز اعمل له ريدايركت على بورت معين، مثلا اللي هو ريموت ديسكتوب. اول ما هضغط هنا على الريموت ديسكتوب، اول ما احط له علامه صح ظهرت لي الرساله دي، بيقول لي ايه؟ ان اي كونكشن هيجي لي اون ذس انترفيس من البابليك هعمل له ريدايركت على البرايفت اي بي اللي هو مثلا 192.168.2.100. ده الجهاز اللي عندي اللي جوه اللاب بتاعي اللي هو الام. تمام. على البورت 3389 ده البورت بتاع الريموت ديسكتوب. يبقى ساعتها اي حد هيجي لي من بره هيدخل على الريموت ديسكتوب على ايه؟ على الاي بي البابليك. على مين؟ الاي بي البابليك. هيروح معمول له ساعتها ريدايركت على البرايفت. ده البورت بتاع الريموت ديسكتوب. شغلت السي بي؟ لا احنا كنا قلنا ان هم خلصوا من زمان ودخلوا اصلا في الكاتيجوري تاني من زمان، صح؟ مش كنا قلنا اصلا ان حتى اليوزر ديفايند اتقسم اصلا لريجسترد وديناميك؟ تمام. خلصوا من زمان، من 0 ل 1023 دول من زمان، يعني عندهم من زمان طبعا. تمام. حد تهمني كده لغايه دلوقتي في حاجه؟ طبعا انت ممكن تعمل الكلام ده على اكتر من سيرفيس، مش الريموت ديسكتوب بس. ممكن يكون السيرفر اللي جوه اتش تي تي بي، ممكن يكون سيرفر اتش تي بي اس، اس ام تي بي، اي ماب، تلنت، اف تي بي داونلود وابلود، على اي سيرفر من دول. حد تهمني كده في حاجه هنا؟ معلش الادرس بود اللي بناخدها بالمره، خليها مش هتاخد حاجه، مش هتاخد حاجه. يور انترنت سيرفيس بروفايدر اساين ذيس بول ادرس. ده معناه ايه؟ ده اللي انا كنت بقول لكم عليه من شويه، اللي هو الديناميك. الديناميك هتيجي هنا تقول له اد، وتضيف هنا رينج الاي بيهات اللي هي البابليك بتاعتك اللي انت شاريها. سي مثلا ان انت شاري من 11.005 ل 11 مثلا ل 11.009 مثلا. دول الاي بيهات البابليك اللي انا شاريهم، وهظبط كل واحد من دول زي ما اتفقنا ان هو يكون لي ايه. كل واحد يديني اصلا 65000 سيشن، وده الديفولت على مايكروسوفت. يعني على سيسكو يا خالد لو تفتكر، لا الكلام ده كان انا اللي لازم اديله اوبشن عشان كل اي بي يديني 65000 سيشن، انما هو ده اصلا الديفولت على مايكروسوفت. يعني انا هنا مش محتاج اعمل اي حاجه زياده. طب امال ايه الفرق بين الاي بي ده والاي بي ده؟ لسه ظاهر. انا بفترض ان الاي بي ده خلاص مش مكفيني تاني، هتعمل ايه؟ هتشتري مجموعه جديده من الاي بيات من الاي اس بي. بص فوق بيقول لك ايه؟ ان الاي اس بي اساين ذيس بول ادرس، هو اللي هيديه لك. تظبطه هنا ساعتها كل اي بي من دول هيديك 65000 يعني سيشن جديد. هو ده اللي ظهر على جوجل دلوقتي، صح؟ صح كده بالظبط. بس احنا هنا في حالتنا هو اي بي واحد بس. تمام. طب بريزرفيشن يعني ايه؟ ان انت بتحجز اي بي فروم ذا بابليك ادرس بول لكمبيوتر معين في البرايفت. يعني هاجي هنا مثلا اقول له ان الاي بي 11005 ده محجوز ل 192.168.250 مثلا. يعني الاي بي ده مش وظيفته ان يديني 65000 بول 65000 سيشن، لا ده مخصص للجهاز ده بس. تمام. وممكن اقول له هنا كمان allow incoming sessions to this computer. ليه تاني؟
اي حد هيجي لي من بره على الريموت ديسكتوب على سبيل المثال هيدخل على الاي بي ده، يقوم الراوتر بتاعي معمل له ريدايركت على الاي بي البرايفت ده. لا اللي فاتت كان اللي فاتت اللي هي ايه؟ لا تقصد بالنسبه للسيرفيسز؟ اه بس ده مخصص للاي بي اللي هو بتاع البيت صح، بس ده مخصص للاي بي بتاع البيت يا خالد، انما ده ايوه بس هنا هيدخل على ايه؟ الاي بي 11001 اللي موجود اصلا على الراوتر تمام، لكن ده انا مخصصه دلوقتي ان 11005 مربوط بالبرايفت اي بي ده، واللي يجي لي هيجي لي على 11005 مش على 11001 اللي هو اي بي الراوتر. وضحت كده؟ تمام. هو طبعا لسه جزء بس هياخد وقت طويل، فكفايه كده الجزء ده النهارده.